يلعب استشاري علم الأمراض دوراً حيوياً في الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه. يعتبر أطباء علم الأمراض المختصون في هذا المجال من العناصر الأساسية في الفريق الطبي المسؤول عن رعاية مرضى سرطان الثدي. دورهم يتضمن الجوانب التالية: أولاً التشخيص، وهي فحص عينات الأنسجة والخزعات المأخوذة من الثدي تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت الخلايا سرطانية أم لا. كذلك استخدام تقنيات خاصة مثل التلوينات المناعية الكيميائية لتحديد خصائص السرطان، وهي معلومات مهمة جدا لتحديد نوع العلاج المناسب. ثانيا، مرحلة تطور السرطان أو المرحلة التي وصل إليها الورم بناء على حجم الورم، مدى انتشار العقد اللمفاوي وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا مهم جدا لتوجيه العلاج. ثالثا، نوع الورم، نوع سرطان الثدي، ما إذا كان سرطان القنوات أو الفصوص، وما يساعد الأطباء في تحديد البروتوكول العلاج الأنسب. رابعا وهو الأهم، مراقبة الاستجابة للعلاج. بعد بدء العلاج يمكن أن يتم فحص عينات إضافية لتحديد ما إذا كان العلاج فعالا وما إذا كان السرطان يتراجع.